من هاي التضحيات والله يرحم الشهداء وحقهم محفوظ. والله لو بعثوا من قبورهم اليوم كان وقفوا يا صدام. اسمح لي. والله لو يبعثونا من قبورهم ويشوفون هاي ال 21 سنة سويتوا بينا يا نظام، والله العظيم يوقفون يا صدام ما يخلوا يسقط. بس شخص الامور توكل بالله. هسه انا ضيف لو جنابك. تفضل مو تتهم تتهم. شنو فضل علي النظام؟ ها والله نظام كمل سولف يا نظام سولف. شنو فضلك عليه؟ أمواني. وشنو فضلك عليه؟ لا لا حبيبي. وصلني أصير دكتور ها وأروح أتعين عند الدولة. ليش تنفع؟ ما متعين بالدولة شهر. أقول لك وكل. اللي يدرس بجهوده وكل. اللي يدرس بجهوده وكل. نحكي للشخص الأمور. اسمح لي اسمح لي. الذي يعمل بجهوده الشخصية وفق نظام ديمقراطي، أنا لو في ذلك الزمن ما كنت أقدر أخلص دكتوراه لأن لازم تكون بحثي، وفي ذلك الزمن ما تقدر جنابك أو أي واحد متصدي يكون إعلامي حر إذا ما يكون بحثي. فبالتالي هذا النظام فيه ما فيه، عليه ما عليه، وله ما له. فأنت منزعج من النظام أستاذ أحمد. أي منزعج من النظام؟ جيد، حقك تنزعج. نظام حقك فاسد؟ اسمح لي اسمح لي. هسه مو انا ما خليت نكمل، حولت الموضوع الى قضيه شخصيه. نظام دمر البلد، البلد بعد 100 سنه بسبب اداء النظام 21 سنه. انقذ البلد من المهمات ومن الملمات 100 سنه. حبيبي هذا الخطاب والشعارات اللي تتبناها جنابك ما يقدر يرجع الى نقطه الصفر 100 سنه. لا هاي وجهه نظر.